لو انت صاحب مصنع الفيديو ده ليك، ولو انت صاحب اي مؤسسة بتستخدم فيها وقود حيوي او اي مشتق من مشتقات البترولية فبرضو الفيديو ده ليك. عاجلا ام اجلا هتعرف يعني ايه مصطلح ضريبة الكربون. لو ما تعرفش ايه المصطلح ده وتابع معايا الفيديو للاخر وان شاء الله اقدر افيدك. بس ما تنساش تعمل اللايك للفيديو وسبسكرايب الجميل للقناة، ويلا بينا نبدأ. يلا بينا. ايه هي ضريبة الكربون؟ ضريبة الكربون هي الفلوس او النفقات اللي حضرتك كصاحب منشأة او اي مؤسسة او مصنع بيستخدم اي نوع من انواع الوقود، سواء الفحم او المشتقات البترولية او الغاز الطبيعي، اللي حضرتك هتدفعها نظير استخدامك لهذه المواد، علشان تبقى دي الفلوس اللي بنقدر نساعد بيها على حماية البيئة من اثار احتراق هذه المواد اللي انت حضرتك بتستخدمها. يعني بمعنى اصح بالفلاح كده، انت حضرتك بتستخدم وقود سواء بترول سواء فحم او غاز طبيعي، هتدفع فلوس مقابل كل طن بتنتجه من غاز ثاني اكسيد الكربون. يعني انت حضرتك بتحرق وما بتطلعش اي ملوثات؟ لا بتطلع. فهي دي الضريبة اللي اتفقوا العلماء على تسميتها بضريبة الكربون او ضريبة غاز ثاني اكسيد الكربون. ايه السبب اللي خلى العلماء او الدول دي يفكروا في المصطلح ده؟ طبعا زي ما احنا عارفين شايفين درجات الحرارة بتطلع بشكل فظيع في الصيف وبتنخفض بشكل رهيب في الشتاء، والتغيرات المناخية بتلاحق العالم دولة ورا دولة ومش سايبة حد في حالها. علشان كده اتفق بعض الدول اللي هي الدول العظمى او الدول الصناعية الكبرى على فرض ضريبة ما يسمى بضريبة الكربون على الدول اللي بتصدر ليهم المنتجات والمشتقات والسلع، واللي هم بيستخدموا فيها المشتقات البترولية او اي نوع من انواع الوقود اللي بيتحرق، وطلعونا بكلمة الضريبة الكربونية. وكان الهدف منها ان هو احنا بنفرض الضرائب ديت وبندفع ونخلي المؤسسات دي تدفع فلوس علشان يبطلوا يستخدموا المصادر الغير متجددة من الطاقة زي الفحم او البترول او الغاز الطبيعي، ويلجأوا الى المصادر البديلة زي طاقة الرياح والخلايا الشمسية وغيرها. فمن هنا كان السبب ان هم يطلعوا بالضريبة دي، منها ان هم يقدروا يساعدوا المجتمع والبيئة والعالم اجمع ان احنا نحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة معدلات غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو، وفي نفس الوقت ان احنا نفرض فلوس على الدول ديت ان هي تخف شوية من استخدامها للمشتقات البترولية اللي بتتحرق، وتبدأ تفكر وتتوجه لإنتاج طاقة بديلة زي طاقة الرياح أو الخلايا الشمسية. مين أول الدول اللي طلع بالمصطلح دوت وبدأ يفكر فيه وبدأ يفرضه، وخدت الدول التانية هذا النهج إن هي تبدأ تفرض الموضوع دوت على المصانع اللي عندها والشركات اللي موجودة فيها واللي بتستخدم المواد أو مصادر الطاقة الغير متجددة؟ أول دولة أكدت الموضوع دوت واشتغلت فيه كانت اليابان في 2012، وجت بعديها كوريا الجنوبية في 2015، وبرضو استراليا بدأت في القصة دي برضو من 2012، ولكن جم بعد كده لغوا الضريبة ديت وبدأوا يفكروا في الموضوع بشكل أفضل شوية. جميل. ففي بعض الدول الأوروبية بدأت تفكر بالموضوع دوت بشكل جدي وبشكل جذري، ان هم يبدأوا يفرضوا الضريبة ديت على معظم الدول اللي بتودي لهم صادرات. وهنا فكروا مين أكثر الدول إنتاجا لغاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، وطبعا هيجينا في رقم واحد التنين الأحمر زي ما بنقول الصين. الصين من أكبر دول العالم إنتاجا لغاز ثاني أكسيد الكربون بسبب عجلة الصناعة اللي عندهم اللي مش عايزة توقف. فدي من كانت من أوائل الدول اللي فكروا يفرضوا عليها هذه الضريبة الكربونية. ويجي بعد الصين الولايات المتحدة الأمريكية، ثم بعديهم كندا، ووراهم روسيا، وخامسا الاتحاد الأوروبي. فدول أكبر خمس كيانات بتنتج نسبة عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون، توصل ل 29 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون. فالناس دي فكرت وقعدوا اتفقوا مع بعضهم كلهم وعملوا قاعدة كده في حتة لذيذة لطيفة اسمها باريس، وطلعونا باتفاقية باريس للمناخ. ايه هي بقى اتفاقية باريس؟ هقول لك ايه اتفاقية باريس، بس برضو ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وشغل دماغك معايا كده عشان تفهم الدنيا رايحة فين وجاية منين، ان انت مسيرك في يوم هتدفع
الضريبة دي. بص يا سيدي، اتفاقية باريس هي ما كانتش جديدة او كان التفكير فيها مش حديث، لان هي تعتبر من اوائل الاتفاقيات الملزمة يعني ملاحقة التغيرات المناخية، وان احنا نعمل على ان احنا نلحق الموضوع قبل ما يبهوأ مننا. يعني جم في سنة 2015 اجتمعت هذه الدول العظمى مع بعضيها، وكان معها حوالي 50 دولة كمان، علشان يطلعوا باتفاقية باريس للمناخ اللي اتربط بالاتفاقية دي حوالي 45 ل50 دولة، وكان في حوالي 190 دولة. الناس دي قعدوا واتفقوا مع بعض في باريس في 2015 ان احنا يا جماعة لازم نفرض موضوع الضريبة الكربونية، وان احنا لازم نهتم بالتغيرات المناخية، ولازم نحاول ان احنا ما نزودش درجة حرارة الكوكب واللي احنا عايشين في دوت لدرجة ونص مئوية. اتفقت ال195 دولة اللي كانوا حاضرين في الاتفاقية ديت ان احنا يا جماعة هنحط ايدينا في ايد بعض، وان احنا نساعد بعض ان احنا ما نخليش درجة حرارة الكوكب اللي احنا عايشين فيه ترتفع درجة ونص مئوية زيادة عن الوضع اللي احنا فيه. طبعا في مكان زي في مصر مثلا انت سجلت درجة حرارة السنة اللي فاتت في شهر 55 درجة مئوية، ودي كانت أحر بقعة في الكرة الأرضية. وهنيجي لدور مصر في هذه الاتفاقية، ومصر هتعمل ايه في الموضوع دوت، ودور مصر في التغيرات المناخية، وهل هي سبب برضو ان في الموضوع دوت، ولا هي للأسف مفعول به زي معظم الدول النامية. جت ال195 دولة اتفقوا ومضوا مع بعض الاتفاقية، وقالوا يا جماعة احنا هنحط ايدينا في ايدين بعض ونساعد بعض ان احنا نحافظ على درجة حرارة الكوكب، وان احنا نحاول نقلل من الانبعاثات الكربونية. ولكن هنا بقى النقطة، في دول كتيرة معترضة على التعريفة الكربونية. هي كام التعريفة الكربونية دي؟ بص يا سيدي، بعض الدول بدأت ترفع التعريفة ديت من 5 دولار على الطن المتري لحد 75 و80 دولار على الطن المتري. في دول بتحاول ان هي تساعد نفسها قبل ما تساعد غيرها، ان هي تحافظ على المعدلات الانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وما تزودهاش. فكان الوضع هنا ان الامم المتحده رصدت حوالي 100 مليار دولار امريكي ان هي تبقى مساعدات للدول اللي مش هتقدر تنفذ او تلتزم باتفاقيه باريس، ان هي اتفاقيه ملزمه وموجبه لكل اللي مضى عليها. يعني اللي راح مضى هيلتزم، هيلتزم، هيدفع، يعني هيدفع، هيحاول برضو بكل ما اوتي من قوه انه يضمن للامم المتحده والدول اللي كان قاعد معاهم ان هو مش هيأثر في الموضوع. فبعد ما تم الاتفاق على تعريفة الضريبة الكربونية وناس كتير اقرتها والتزمت بيها، طلعت لك يا سيدي الدول النامية اللي زي احنا منهم يعني، قالت لنا يا جدعان الله وانا مالي يا لمك، طب انتوا بتحرقوا في كربون وبتصنعوا وبتصدروا وبتعملوا كل حاجة وجايين علينا احنا. طيب اصلا المعروف ان الخمس دول اللي احنا قلنا فيهم في الاول اللي هو الصين وبعديهم امريكا وكندا وروسيا والاتحاد الاوروبي المتمثل في 28 دولة بتوعه، هم بينتجوا حوالي 55% من الانبعاثات الكربونية في العالم. نيجي احنا اللي غلابة معناش فلوس ولسه بادئين بنحاول نقف على رجلينا ونخلي الشعوب بتاعتنا تحس بالرخاء ونقدر نخدم شعوبنا، تقولوا ان هنفرض ضريبة كربونية على الصادرات اللي جاية من عندكم عشان انتوا بتحرقوا بترول؟ لا يا عم، انا مش لاعب، انا مش دافع، الكلام ده ما ينفعش. فالامم المتحدة طلعت قالت يا سيدي خلاص احنا هنجمع مساعدات تتجاوز ال 100 مليار دولار سنويا للدول النامية ديت، وكان منها مصر. طيب نصيب مصر من الانبعاثات الكربونية قد ايه يا سيدي؟ تمام، حوالي 158,237 طن متري من غاز ثاني اكسيد الكربون. يعني احنا لسه بنقول يا هادي مصر يعني، والدول الناميه معظمها بتنتج حوالي من 10-15% من اجمالي الانبعاثات الكربونيه. طب انتوا هتسوونا بالناس اللي عماله تحرق فوق دي وتدمر في الدنيا؟ عشان كده طلعت المساعدات اللي بتقدمها الامم المتحده للموضوع دوت. طيب دور مصر ايه في القصه دي، وهل مصر التزمت بالاتفاقيه دي ولا لا؟ بص يا سيدي، مصر من الدول اللي كانت حاضرة المؤتمر باريس للمناخ، وقالت للناس ماشي يا جماعة احنا معاكم 100 فل و10 بس نحاول ما نجيش على بعض بالفلاحي كده. يعني انتوا عايزين تقللوا الانبعاثات الكربونية وهتفرضوا علينا تعريفة كربونية لأي صادرات هتيجي من عندنا ليكوا واحنا بنحرق فيها وقود حيوي زي الغاز البترول او الفحم، هتفرضوا عليها ضريبة؟ طيب احنا
مش هنقدر نلحق عجلة التنمية بالنسبة لينا، واحنا لسه ناس بنقول يا هادي. فطلع وزير التجارة والصناعة بتاعنا مشكورا وقال يا جماعة احنا مش هنقدر نلتزم بالوضع دوت، ولكن انتوا لازم تدعمونا. فمن هنا بدأت الفكرة مثلا في حاجة زي غابة سرابيوم في الإسماعيلية. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتدفع لمصر 4 دولار على كل طن متري موجود من الانبعاثات الكربونيه في سبيل ان هي تزرع شجر. فاحنا بنزرع فعلا شجر في غابات كتيره موجوده في مصر، انشئت لهذا الهدف وانشئت لتحقيق الفكره ان احنا لازم نحد من الانبعاثات الحراريه. في الاخر وفي المجمل، هل احنا هنقدر نلحق الكوكب بتاعنا قبل ما يسخن اكتر من كده؟ دي نقطة الله أعلم إن كانت هتبقى حقيقة أم سراب، ولكن في معظم الأفلام اللي بنشوفها بالله الأرض بتسيح وحاجات غريبة والمية بتسيح وارتفاع منسوب ماء البحر وكلام كبير كده هنتكلم فيه على مدار فيديوهين جايين إن شاء الله. دور مصر في التغيرات المناخية ومدى تأثير مصر في التغيرات المناخية. مصر اتأثرت ازاي؟ هقولك من 2018 لحد احنا هنا دلوقتي هقولك مصر حصل فيها ايه بسبب التغيرات المناخية. ياريت ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه اول مرة بتشوفونا، وشير للفيديو علشان الناس تعرف احنا بنتكلم عن ايه. تحياتي ليكم، محمود حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.